الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نازك عثمان، طبيبة باطنية نائبة أخصائية علم أمراض الدم بمدينة كامبريدج. الفيديو مسجل لاتحاد الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة. في الفيديو ده حوجه إرشادات ونصائح لمرضى سرطان الدم والمرضى الأنيميا المنجلية في ظل ظروف انتشار وباء مرض فيروس كورونا المستجد. في الجزء الثاني برضو من الفيديو هأتكلم عن بعض التغييرات في ممارسة المهنة في إنجلترا، اللي هي التغييرات دي كانت بناء على انتشار الوباء. بداية، ليه الناس مفروض أصلاً تتخذ إجراءات وقائية، وبالذات طبعاً مرضى سرطان الدم ومرضى الأنيميا المنجلية لسببين. السبب الأول إنه مرض فيروس كورونا حالياً ما عنده علاج، وحتى الناس اللي بديهم مضاعفات حادة من الإصابة بالفيروس زي ضيق في التنفس بيدخلوا المستشفيات وبياخذوا تنفس صناعي وممكن ياخذوا أكسجين، لكن ما في علاج مثبت للحالة. في علاجات طبعاً حسة بتدرس، اللي هي زي علاج الملاريا، في علاجات برضو زي مضادات بتستخدم لعلاج بعض الفيروسات الأخرى، وبرضو في كلام عن إنه أنت ممكن تنقل العيان جزء من الدم ما يعرف بالبلازما من شخص مصاب أو شخص أصيب بالمرض عشان تعالج به إنسان تاني. برضو في دراسات عن بعض العلاجات اللي هي ما تعرف بالعلاجات الحيوية أو البيولوجية، لكن كلها حساء في طور دراسة، يعني ما في علاج مثبت للمرض. فأهم حاجة الناس في الفترة دي إنها هي تقي نفسها من أنها هي تصاب بالمرض. الحاجة الثانية بالنسبة لمرضى السرطان ومرضى الأنيميا المنجلية، طبعاً مرضى يعني معظم المرضى بالذات اللي بياخذوا علاجات هم مناعتهم ضعيفة مقارنة بالنسبة للناس الثانيين اللي في نفس عمرهم، وهم أكثر عرضة لالتقاط الفيروس وللإصابة بالمضاعفات الخطيرة من الفيروس زي مثلا الالتهاب الرئوي الحاد، وفي حالات ممكن تؤدي للوفاة. بالنسبة للإجراءات الوقائية المتخذة هنا في إنجلترا، بالنسبة لي ده كلام موجه تحديداً لمرضى سرطان الدم، سواء كانوا مشخصين بما يعرف باللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية أو ما يعرف بالمالتيبل مايلوما اللي هي ما يعرف بالورم النخاعي المتعدد. أي مريض من المرضى ديلا، أنا هتكلم طبعاً عن فئات بالتحديد منهم هم ذاتهم، ديل مفروض يعملوا حاجة اسمها شيلدينج، والشيلدينج ده هو عزل التام عن المجتمع لمدة 12 أسبوع. طبعاً النصيحة موضوع الشيلدينج ده موجهة لأي مريض من أمراض سرطان الدم مشخص بواحد من الأمراض السرطانية الثلاثة اللي ذكرتها دي، وحالياً بياخد في أي نوع من أنواع العلاجات، سواء كان العلاج اللي هو بياخده حالياً علاج كيميائي، علاج بيولوجي، أو علاج ما يعرف بالتارجت الثيرابي اللي هو
العلاج الموجه، أو إذا كانوا بياخذوا برضو في علاج بيولوجي أو حيوي. الكلام ده برضو نصيحة، حق الشيلدينج دي بتنطبق برضو على فئة تانية، واللي هما الفئة اللي هي المرضى اللي تعالجوا بما يعرف بزراعة النخاع. طبعا زراعة النخاع بنوعين، ويا إما أن يكون النخاع ده من متبرع، أو الخلايا اللي اتزرعت دي من دم نفس الإنسان المريض. ده الكلام ده منطبق عليهم لو كانوا عملوا الزراعة دي في فترة 6 شهور، في فترة 6 شهور السابقة، أو لو كانوا لسه مواصلين في الأدوية اللي هي بياخدوها عادة المرضى زراعة النخاع، اللي في الأدوية دي ممكن تضعف المناعة. عادة الأدوية دي بتوقف على 6 شهور من الزراعة، لكن في حالات الطبيب اللي هو مسؤول أصلا من العلاج بيدي تعليمات بمواصلة الأدوية دي، وأي إنسان مواصل في الأدوية، أي مريض مواصل في الأدوية دي برضو بينطبق عليه موضوع العزل اللي هو أنا هشرحه هسه. دي موضوع نجي لموضوع العزل الاجتماعي. العزل الاجتماعي ده شنو؟ أنه المريض يعزل نفسه عن المجتمع لمدة 12 أسبوع. الحكاية دي هنا في إنجلترا بدأت تقريبا من شهر 3، ممكن في السودان أقول أنه ممكن تبدوها من حسة، لأنه حسة يعني بدأت الحالات تزداد في السودان. المريض مفروض ما يطلع خالص للشارع، يفضل يجلس في المنزل. لو محتاج طبعا أكل والشراب والحاجات دي يجيبوها ناس البيت التانين. برضه ينصح بأنه هو ينام في غرفة منفصلة، ويستعمل حمام خاص إذا ممكن برضه، وما يشارك أدواته الخاصة مع ناس البيت، يعني مثلا البشكير مثلا، ما يشرب من كوباية بيشربوا بها ناس التانيين، يعني يخلي عنده حاجاته الخاصة به. طبعا ما معناته أنه ما حيشوف ناس بيته خالص، لا، حيكون عنده اختلاط مع ناس البيت، لكن طبعا برضو حتى لما يكون في اختلاط مع ناس البيت، الناس يعني يحاولوا يكونوا محافظين على مسافات بينهم، يعني ما يكونوا ملتصقين ببعض شديد، أو يكونوا في محل فيهم مزدحمين فيه أفراد كثيرين مع بعض. بالنسبة لأفراد البيت بالذات، لو كان في إنسان مثلا في المنزل بيطلع بصورة منتظمة لظروف عمل، مثلا زي الفئات اللي هي بتعمل في المجال الطبي، أو رجال الشرطة والأمن، هم برضو ياخذوا حذر زيادة في حالة وجود إنسان معهم مريض مرض سرطان الدم، أو إنسان أخذ زرع نخاع. يحاولوا أنه هم برضو يعني يلتزموا كل الإرشادات من وزارة الصحة، اللي هي غسل اليدين لمدة 20 ثانية بعد ما يجوا من برا. يحاولوا برضو ما يستعمل نفس الحمام اللي بيستعمله الشخص المريض. لو في واحد من ناس البيت أصيب بمرض كورونا وعنده أعراض كورونا، يعزل نفسه عن المريض ده، وطبعا عن المجتمع، لمدة 7 أيام، وباقي البيت يعزل نفسهم عن المجتمع لمدة 14 يوم. بالنسبة لمريض سرطان الدم نفسه، إذا هو حس بأعراض تشبه أعراض الكورونا، طبعا يتبع نفس التعليمات الموجهة للشعب السوداني من وزارة الصحة، اللي هي لو كان في خط كورونا يتصل عليه. لكن لما ياخذ يعني لما يشرح حالته للإنسان اللي بيتكلم معه في خط الكورونا، يحاول يكون يشرح له بوضوح إنه هو عنده مشخص بمرض من أمراض بمرض سرطان الدم، وأنه هو بياخد أدوية أو علاج كيميائي بيضعف مناعته.
يعني عشان ده ممكن يكون عنده تأثير في قرار الطبيب المعالج. وأنا يعني برضو ممكن يعني بنصح إنه أنت لو عندك اتصال مباشر مع الطبيب الأخصائي المسؤول منك، أنك تتصل عليه وتوريه إنه أنت يعني جاتك أعراض كورونا أو تشخصت بكورونا، عشان لو هو عايز مثلا يعني يوقف واحد من أدويتك أو ينقص الجرعة اللي بتاخدها. طبعا ده ممكن يتم إلا عن طريق طبيب أخصائي في أمراض الدم. بالنسبة لمرضى الأنيميا المنجلية، برضو الكلام العزل عن المجتمع ده برضو بينطبق عليهم، لأنهم هم برضو مناعتهم ضعيفة حتى إذا كانوا هم صغار في السن. والسبب في ده إنه هم بيفقدوا الطحال في عمر مبكر. النصيحة لهم برضو، غير أنهم يعني يتبعوا موضوع العزل عن المجتمع لمدة 12 أسبوع، إنهم يواصلوا إذا كانوا بياخدوا في مضادات حيوية وقائية، أو أنهم بياخدوا في لقاحات، إنهم هم يواصلوا في أخذ اللقاحات حقتهم وفي أدويتهم اللي بياخدوها أو الفوليك أسيد. المهم كل الأدوية اللي هم بياخدوها يواصلوا فيها زي ما هي، حتى الأدوية اللي هي زي الهيدروكسي كاربامايد اللي هو علاج بياخدوه مرضى الأنيميا المنجلية عشان يقلل تعرضهم لمضاعفات خطيرة من المرض حقهم ويقلل نسبة دخولهم للمستشفيات. برضو العلاجات الثانية اللي هي زي لو كانوا بياخدوا نقل دم بصورة منتظمة، أو لو كانوا برضو بياخدوا أدوية اللي هي ما يعرف بالآيون كليشن، اللي هي الأدوية دي بتنقص الحديد في الدم، لأنهم طبعا هم بياخدوا أنهم هم بياخدوا نقل دم منتظم. الأدوية دي كلها يواصلوا فيها طبعا، إلا في حالة أنك أنت سمعت نصيحة مخالفة من الأخصائي المسؤول عن علاجك. بالنسبة للنقطة بس أحب أذكرها، إنه في كلام عن موضوع أنه طبعا كثير من الناس الأنيميا المنجلية بتجيهم آلام في العظام وآلام في الصدر، واحدين منهم يعني لما تكون الآلام خفيفة بياخدوا مسكنات في المنزل. في كلام كثير عن أنه الايبوبروفين مع الكورونا، بأخذ علاج الايبوبروفين مع وجود الكورونا أو في حالة إصابة بالكورونا، أنه بيزيد حدة المرض. فبننصح المرضى ديل يعني في الفترة دي إنهم يحاولوا يتجنبوا ياخذوا الايبوبروفين، دي النصيحة الحسنة متبعة هنا في إنجلترا، وأنه لو بيقدروا ياخذوا أي مسكنات من نوع تاني زي الكوديين بنادول، حتى الحاجات دي لو ما كانت كفاية ممكن تاخذ نصيحة من الطبيب المسؤول منك أنه هو يكتب لك نوع من المسكنات غير الايبوبروفين. نصيحة برضو بوجهها لمرضى الأنيميا المنجلية، إنه لو حس بواحد من الأعراض الحسكرة دي يتوجه للطوارئ مباشرة. الأعراض دي إذا كان جاتك حمى أكثر من 38 درجة، إذا كان عندك ضيق، حسيت بضيق في التنفس، أو إذا حسيت بصداع وعدم تركيز، أو لو جاتك الآلام العادية اللي هي بتجي للمرضى الأنيميا المنجلية، اللي هي الآلام في العظام وآلام في الصدر، إنه المريض ده يتوجه مباشرة للطوارئ. وفي الطوارئ برضو يعني توضح طبعا الكلام ده، لأنه مرات المرضى برضو مرات طبعا بيكونوا ممكن صغار يعني، فالكلام ده برضو لأهلهم يعني للمسؤولين منهم، لأمهاتهم أو أباهم أو أخوانهم.
انك انت برضو تنبه الناس في الدكاترة في الطوارئ انه المريض ده عنده انيميا منجلية، عشان يعني هم يكونوا عارفين انه هو برضو يعني معرض لانه لمضاعفات خطيرة مقارنة بالناس التانيين. وبرضو ده بيأثر على طريقة علاجهم، يعني يعني العلاج حقهم مرات ممكن يكون ما مباشر زي علاج أي شخص مثلا جاته أعراض كورونا، لأنه ممكن الأعراض اللي بتجيهم دي ممكن تكون أي التهاب تاني، لأنهم طبعا برضو معرضين لأنواع لأي أنه يكون يصابوا بالتهابات مختلفة، وممكن يكون برضو الأعراض اللي جاتهم دي حاجة بتخص المرض حقهم، يعني الآلام والآلام في الصدر دي، يعني آلام في الصدر أو آلام في العظام. فالحاجات دي بتحتاج لعلاج بطريقة مختلفة، مرات بتحتاج لنقل دم، مرات بتحتاج لجرعات كبيرة من المسكنات تشمل مورفين. فعشان كده لازم يعني يكون واضح للطبيب المعالج أنه المريض ده مشخص بالأنيميا المنجلية، ويستحسن أنه يعني أنه الطبيب المسؤول من العيان ده يكون على علم بأنه العيان دخل المستشفى. نصيحة بصورة عامة لمرضى سرطان الدم، بالذات المرضى اللي بياخدوا في علاجات ومرضى الأنيميا المنجلية، أنك أنت تحاول يعني تاخد تكون عندك كارت مكتوب فيه اسمك، تاريخ ميلادك، وتخد فيه التشخيص والعلاجات اللي أنت بتاخدها. ولو في طريقة ممكن تكتب برضه رقم الأخصائي، مثلا اسم الأخصائي المسؤول من علاجك ورقم تلفونه. في حالة أنك مشيت للطوارئ تقدر تقدم لهم الورقة دي، طبعا لو أنتم مثلا ما متذكرين كل أسماء العلاجات، لأن مرات تكون في علاجات كثيرة، شوفوا لو مثلا عندك رسائل من العيادات الفاتت أو ورق من الجلسات مكتوب فيه أسماء العلاجات الكيميائية اللي بتاخدها أو الإشعاعات أو أي حاجة، دي شيلة معاك برضو يعني. وإذا في طريقة وعندك أدوية في البيت موجودة، حاول أخذ الأدوية دي كلها معاك قبل ما تمشي للطوارئ. بالنسبة هتكلم دي تقريبا يعني النصيحة موجزة. في الجزء الحاجة الثانية اللي حابة أتكلم عنها أنه في تغييرات في الممارسة هنا في إنجلترا. التغييرات دي مثلا يعني أنه العيادات حاولوا العيادات الخارجية تقللت بأكثر طريقة ممكنة، كثير من العلاجات حولت لعلاجات تليفون، عيادات كثير من العيادات حولت لعيادات تليفونية، مرات في محلات بتستخدم فيديوهات مسجلة تسجل فيديو مع العيانين. برضو في حاجات عن أنه بدأ أنه 200 مثلا يبدو العلاج لمريض تشخص تشخيص جديد بمرض من أمراض سرطان الدم. طبعا بتناقش في حاجة اسمها Multi Disciplinary Team Meeting، بيكونوا ماسكينه مجموعة من الاستشاريين، ففي الاجتماعات دي بيقرروا مثلا انه في ناس مثلا ممكن علاجاتهم تبدأ متأخر، يأخروها شوية لغاية ما تنتهي الأزمة دي، أو مرات يستخدموا علاجات كيميائية تأثير أقل على المناعة من مثلا من العلاج الأصلا بيستخدم في المرض ده. برضو في حالات من زراعات النخاع برضو بتتأخر، لو كانوا بيفتكروا أنه مثلا هي مناسبة أنها تتأخر شوية لغاية ما فترة الوباء انتشار الوباء تخيف. برضو يعني نصيحة للأطباء أنه حاولوا يقللوا عدد الأطباء المتواجدين في المستشفى في وقت واحد. يعني مثلاً أي طبيب، يعني مرات في أطباء مثلاً بيكونوا جونيور بيتابعوا مثلاً ناس بيكونوا أكثر منهم خبرة، مثلاً أثناء بيعمل في بروسيليا، ولا يقول أنا عايز أحضر الورد راوند عشان أستفيد.
طبعا ده كله جزء من تعليم ومن يعني من حق طبعا الطبيب المدرب، لكن يعني في الفترة دي يستحسن أن الحاجات دي تتقلل بقدر الإمكان، لأنه طبعا الناس حاسة بتحاول تتجاوز الأزمة، وغير طبعا التزامهم بالتعليمات الثانية اللي هي غسل اليدين ولبس الأقنعة والجوانتيات عشان يحموا نفسهم ويحموا المرضى. في برضو حاجة بتخص نص مرضى سرطان الدم، اللي هم دائما كثير منهم بيضطروا يجي المستشفى كثير عشان مثلا ياخذوا منهم عينات بتاع الدم بصورة منتظمة، مرات كل أسبوعين، مرات حتى يعني مرات على فترات أبعد من كده. فلو في طريقة أنه مثلا العينات الدم دي تتأخذ في محلات برا المستشفى الرئيسية زي مراكز صحية ما تكون مزدحمة أو ما فيها عيانين كتار، يستحسن أنهم يعني يمشوا للمراكز دي بدل ما يجوا للمستشفى عشان ياخذوا عينات الدم، وبرضه أنهم يحاولوا يقللوا جياتهم للمستشفى بقدر الإمكان. طبعا في زيارات لازمة، ما في أي لازم تتعامل، مثلا لو في مريض كان بادي جلسات كيميائية، علاج كيميائي، أو عنده جلسات أشعة، طبعا لازم يجوا، لكن يعني أي زيارات ممكن تتجنب للمستشفى يحاولوا يتجنبوها، حتى لو مثلا عن طريق أنه اتصالات مباشرة بالتلفون مع الطبيب المسؤول من العلاج لو دارين أي نصيحة أو توجيه. في النهاية وقبل ما أختم الفيديو ده، بس يعني في عايز أوجه زملائنا الأطباء لأنه في useful resources ممكن يلقوا فيها updates وعن يعني عن الهيماتولوجي وعلى وفي ظل ظروف كوفيد 19. في الويب سايت بتاع البريتش سوسايتي اوف هيماتولوجي طبعا فري ريسورسز، عندهم سكشن كامل اللي هو كوفيد ابديتس، فيه معلومات مفيده لكل الاقسام المختلفه في الهيماتولوجي، سواء كان الجنرال هيماتولوجي، هيمستاسيس، استروبوسيس، ولا في الهيماتو اونكولوجي، ولا الترانسفيوجن. برضو في الأمريكان سوسايتي أوف هيماتولوجي، وفي ال GTH اللي هو جورنال أوف ثرومبوسيس أند هيموستاسيس، برضو فيها مجموعة من الستاديز وكوجلوباسي ريليتد تو كوفيد 19 نيمونيا، وفيها ستاديز مفيدة من ووهان ومن إيطاليا ومن كل يعني من حسب الستاديز الكلينيكال ترايلز البادية في المحلات المختلفة. وبكده بختم الفيديو ده، وشكرا جزيلا على حسن استماعكم، وإن شاء الله تكونوا